نظم العشرات من أنصار حركة كفاية المصرية المعارضة تظاهرة في مدينة القاهرة لإحياء الذكرى الخامسة لانطلاق الحركة وللمطالبة بإصلاحات سياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها البلاد في العامين المقبلين. المشهد اليوم يشبه كثيرا المشهد قبل 5 سنوات. خمس سنوات مرت منذ مولد حركة كفاية هنا في نفس هذا المكان بالتحديد وسط مدينة القاهرة. سنوات شهدت مصر فيها حركا سياسيا لم تشهد مثيلا له منذ فترة طويلة. ولكن حركة كفاية في نفس هذه الفترة تباينت حظوظها كثيرا. اكتسبت كفاية شهرة واسعة في الأشهر التي تلت نشأتها. وانضم لها المئات في المدن المصرية المختلفة. كان العام 2005 هو عام الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكانت كفاية أحد أبرز اللاعبين. تلك الفترة أيضا كانت فترة الحديث الأمريكي عن شرق أوسط جديد تعمه الديمقراطية. في تلك الفترة التي كان فيها وضع دولي مواتي كان في إمكان كفاية أن تتظاهر اعتمادا على أنه السلطات راغبة في أن تعطي صورة إيجابية عن نفسها في العالم وبالتالي لا تقوم بقمع المظاهرات. لكن دعوة كفاية لعدم التمديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة لم تنجح. وبحلول العام 2006 رأى البعض أن كفاية بدأت تنحسر، بل وللمرة الأولى وقعت انشقاقات في صفوف الحركة. مشكلة كفاية كانت في أنها حملت أمراض الحياة السياسية المصرية كلها، النخبوية المفرطة، الانعزال عن الناس، عدم القدرة على التواصل مع الناس، الميل إلى الانشقاق المستمر. منذ نشأتها أثارت كفاية اهتمام وسائل الإعلام بشكل كبير، ويرى البعض أن ذلك ساهم في منح الحركة وزنا لا يعبر عن حجمها الحقيقي. لكن المتعاطفين مع كفاية يرون أنها على أقل تقدير كان لها السبق في نشر ثقافة الاحتجاج في الشارع المصري. حصل حراك سياسي يعني بعد جمود فترة طويلة جدا، وكل اللي انت شايفه من حراك سياسي في مصر دلوقتي حاليا من احتجاجات عمالية وما حاجات مطلبية هو دي روح كفاية، هي دي اللي اخترقت هذه الصفوف. كما كان الحال قبل 5 سنوات تأتي تظاهرة اليوم استباقا لعام من الانتخابات الهامة، ولكن هذه المرة ستكون الظروف الداخلية والدولية التي تحيط بهذه الانتخابات وبحركة كفاية مختلفة كثيرا. خالد عز العرب، BBC، القاهرة.